مساء هذا اليوم ومع انطلاقة هذا الشوط الرابع عشر. هذا الشوط خاص بفئة اللقاية القعدان، وانطلق هذا الشوط قبل قليل. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط، ومن يحتل المركز الأول السكب لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني التضمير، مع راشد بن عبد القادر بن حسن البلوشي. ودور دور المركز الثاني الوعب، تعود ملكية الوعب لهجن الشحانية التضمير مع سالم بن فاران. ننتقل إلى المركز الثالث، ومن يتقدم تقدم ممتاز ملفت من هجن الشحانية ملفت التضمير مع سلطان بن محمد الوهيبي، ويليه على المركز الرابع اللي من الجانب الآخر يصل الريان على شاشة وقناة الريان الفضائية وعلى الكادر الفوقاني وعلى الهواء مباشرة. الريان لهجن الشحانية المضمر حمد بن علي بن حلفان المضمر المبدع اللي أبدع في هذا المساء من خلال فوز مسرة وفوز مسيرة وأيضا الخليج ومسيره او مسره مسيره هي من فازت مع هذا المضمر المبدع من الانتاج انتاج ام الزبار، نتمنى لها التوفيق. المركز الخامس ايها الاعزاء يصل ويتقدم حامل الرقم 17 لسعادة الشيخ سلطان بن جوعان رابغ، يصل على المركز الخامس. تعود الملكية لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني مضمر فهد بن سالم بن مسعود. هذه نتيجتنا للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، ونحن نقترب متابعينا الأعزاء من لوحة منتصف مسافة الشوط، ينتصف أو تنتصف مسافة الشوط في هذه اللحظات. 2 كيلومترات راحت ويتبقى مثلها تماما. اللي غير على مقدمة الشوط ملفت بهذا العرض الملفت وهذا الأداء الممتاز، يسيطر في هذه اللحظات على المركز الأول، ولكن يصل الريان على المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الشحانية حمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث أرى التقدم من الوعب لهجن الشحانية تضمير سالم بن فاران، وعلى المركز الخامس أو الرابع السكب لهجن تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني راشد بن عبد القادر البلوشي في التضمير. المركز الخامس يصل اسم جديد لزام أو النداء لزام لهجن الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. هذه النتيجة أيها الأعزاء حبلنا الكريم، 1500 متر ومقدمة الشوط مع ملفت 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 على المركز الأول. الريان يتسلل ثانيا في المركز الثاني، المركز الثالث الوعب، ويصل السكب أيضا على المركز الرابع لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني عبد القادر البلوشي في التضمير. نعود إلى الريان، انطلق الريان، انطلق الريان كما انطلق الخليج وكما انطلقت مسيرة في شوطين مميزين في هذا المساء. هذا هو الريان من هجن الشحانية بقيادة المضمر المبدع حمد بن علي بن حلفان، ولكن ملفت، ولكن ملفت اللي لفت انتباهي هنا انطلق مرة أخرى. ملفت والريان، ملفت والريان، يا سلام يا سلام. الكيلومتر الأخير، الوعب على المركز الثالث لهجن الشحانية مضمر سالم بن فاران، السكب رابعا لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود آل ثاني وخامس. المراكز يتقدم في هذه اللحظات. أول نداء لشلال لهجن الشحانية سلطان بن محمد الوهيبي، ولكن نعود إلى ملفت والريان والاثنين جنبا إلى جنب. 700 متر انطلق ملفت وتحرك الريان وتحرك أيضا الوعب اللي ما يعرف التعب اللي شوطه صعب. هذا هو الوعب، يا سلام، الله الله الله، طارت اللقاية، حلقت اللقاية. ملفت 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 والوعب ثانيا على المركز الثاني. الوعب وملفت تجددت الأسامي وتجددت المنافسة هنا على أرضية الميدان في 400 متر الأخيرة. هنا الوعب، الوعب قلت لكم اللي ما يعرف التعب ابدا واللي شوطه صعب، يا سلام. هذا هو الوعب ثانيا لهجن الشحانية سالم بن فاران في المتابعة، ولكن ملفت ينطلق، ملفت 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 ملفت، يا سلام
انطلق ملفت وانطلق الوعب، ولكن ملفت والتيم بيروح التيم، التوقيت اتوقع ان يذهب مع هذين الاثنين. يا سلام، اذا ملفت 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 يحسم هذا الشوط. تهانينا والناموس للجيش الشحاني على الفوز بالمركز الاول والثاني. تهانينا للسلطان بن محمد الوهيبي المركز الثاني، الوعب نجم الشحاني المركز الثالث، شلال لهجن الشحانية المركز الرابع، الريان أيضا لهجن الشحانية المركز الخامس. كان الوصول على خامس المراكز من شباب لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة آل ثاني، انضم سالم بصبيح العويسي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. شاهدنا ملفت وشاهدنا الوعب اللذين قدمين عرضين مميزين. هذا هو ملفت، قدم هذا العرض الممتاز 6 دقائق 13 ثانية 47 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحاني والتهاني لسلطان الوهيبي. المركز الثاني الوعب 6 دقائق 13 ثانية 77 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني موصولة للمضمر سالم بن فاران. المركز الثالث أتوقع شلال. شوف المركز الثالث رقمه اللي وصل إلى خط النهاية بالفعل شلال. 6 دقائق 20 ثانية 41 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجن الشحاني والتهاني موصولة للمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وأهنى جميع الفائزين في هذا المساء بالأشواق.